مرحبا بكم في هذه الحلقة حول الحروفية العربية. مما لا شك فيه أن نتطور الخط العربي بشكل كبير قد أفرز لنا مساحة كبيرة من الإبداع على شتى المستويات، ومنها المجال الحروفي. فالمجال الحروفي في الوطن العربي اتخذ صبغة مليئة بالتنوعات على مستوى الشكل وعلى مستوى وفي ما يخص مختلف الإنتاجات. فالحروفية اتخذت مجالا رمزيا، اتخذت مجالا كلاسيكيا، اتخذت مجالا فنيا تشكيليا معاصرا إلى غير ذلك، وتنوعت في من حيث المضامين، تنوعت من حيث الشكل، تنوعت من حيث البنية والتكوين. يعني الحروفية العربية يعني انطلقت بشكل مليء بالحرية وبالإبداع، ووجد فيها الفنان ما يمكن أن يعبر به بشكل تلقائي وبشكل بعيد عن النمط التقليدي وعن القواعد وعن الضوابط وعن كل ما يمكن أن يقيده. الحروفية أعطته نفسا جديدا وأعطته قوة للإبداع بشكل تلقائي، ولكي يبرز ما بداخله من هواجس ويفرز كل ما يريد التعبير عنه من خلال طبعا اللوحات. الحروفية في المشرق اختلفت عن الحروفية في المغرب. الحروفية المغربية استعمل فيها الخط المغربي واستعملت فيها أشكال إبداعية متنوعة، واستعمل فيها الرمز، استعملت فيها حروف تيفيناغ، استعملت فيها العديد من العلامات والرموز المتنوعة. واتخذت الحروفية المغربية مجموعة من الصيغ التي سارت في مسالك فنية معاصرة، وهذا أعطاها مكانة لائقة بين الفنون على الصعيد العربي والعالمي. بالنسبة للحروفية المشرقية اتخذت من الخط الثلث المشرقي مادة لتشكيل الفضاء أحيانا، وأحيانا من الخط الديواني، وأحيانا من بعض الأنواع الخطية الأخرى. بينما الحروفية المغربية اعتمدت بشكل مطلق على الخط المغربي المجوهر أو الخط المغربي المبسوط، وتشكلت في قوالب فنية وجمالية رائقة. إذن بالنسبة للحروفية عموما برمزيتها بأشكالها بعلاماتها بكل ما توافر فيها من إبداعات شكلت نسيجا فنيا وثقافيا بين المشرق والمغرب، وكلها أنتجت لنا إبداعا عربيا متكاملا. وسيكون لنا لقاءات أخرى حول الحروفية لأنها تحتاج إلى متابعة نقدية وإلى تأطير معقلا لضبط مسارها سواء في المشرق أو في المغرب. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبارنا.